يا مصر. المرضعة بشوية، فهي بيقول الرسول بولس صرت كالمرضعة لأولادها، الرسول بيعشقها الرب الإله. رب الإله كنت قبل شوي قال سبيتيني يا أختي العروس، ورجع قال لها أسرتيني بحبك وبالفضائل الموجودة عند النفس. فبكمل الصفات قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. ايوه، قامتك عامله زي ايه؟ زي النخله، بيمدح العوصه بتاعته، وثدياكي ايه؟ زي العناقيد. بصوا دلوقتي بيقول البت بتقول ان الرب بيغزل عروسته، الرب عندهم بيغزل العروسه بتاعته، بيقول لها قامتك كالنخله، يعني انت طويله عامله زي النخله. خدوا بالكم على فكره، اصلا الطول في النساء حلو مش وحش يعني، خلاص؟ بس ايه كالعناقيد؟ قلت إني أصعد إلى الفضائل الموجودة عند النفس. فبكمل الصفات قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها. اوف اوف، ربهم بيقول لعروسته انت يا بنت حلوه وعامله زي النخله طويله، بقى انا بقى امطرع ومتشعبط في ايه وثدياكي كالعناقيد، انا امطرع وماسك العناقيد، وبتقول لك الكلام ده مش جنسي. خبر ابيض على كده، وبتقول لك الكلام ده مش جنسي يا بت، امال ده مش جنسي، امال ايه اللي جنسي؟ يعني لو كان ده مش جنسي، امال ايه اللي جنسي؟ اقسم بالله العظيم لو كان هذا الكلام في القرآن لهاجمونا به، والله لو كان هذا الكلام الذي يقال في القرآن والله وبالله وتالله لهاجمونا به. صح ولا انا غلطان؟ فين القلم؟ انا بطلت امسك القلم دي. صح ولا انا غلطان؟ لو الكلام ده ربعه بس في القرآن لهاجمونا بيه، كانوا جم هاجمونا بيه. القرآن كله بيقول اصعد الى النخلة وامسك بعنقها وتكون ثدياكي كمش عارف. ألا أسرتيني بحبك، صفات قامتك هذه شبيهة بالنخلة وثدياك بالعناقيد. قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها، وتكون ثدياك كعناقيد الكرم، ورائحة أنفك كالتفاح، وحنكك كأجود الخمر. قال قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها، إجا الوقت اللي هو ياخذ يقطف الثمر. لا خبر ابيض، يبقى انت يا بنت عامله زي النخله وثدياكي كالعناقيد، وانا اطلع هقطف العناقيد اللي هم بتوعها. يعني البنت بتقول لك الرب بيقول لعروسته انا هجيلك بقى عشان اقطف الثمر. حدش بعد كده يقول ده كلام جنسي بقى، هيروح يعمل ايه؟ هيروح عشان يقطف الثمر، هيقطف الثمر. اخرب بيوتكم. النخلة وأمسك بعذوقها، إجا الوقت كأجود الخمر. قال قلت إني أصعد إلى النخلة وأمسك بعذوقها، إجا الوقت اللي هو ياخذ يقطف في الثمر، لأنه ربنا بده مننا الثمر مثل ما أعطانا ثمار الروح القدس. ربهم بده الثمر، هو ربهم خلاص مش قاعد عمال يغزل فيها من اول الصفر لاخره، عايز الراجل يروح بقى عشان يقطف الثمر بقى. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. البنت ده هيفضل طاهر طول عمره، طاهر ويمه المطهر اي حاجه. ثمار نحن قولي بدنا قولي يا طاهر، اقول قولي يا طاهر. نعطي إياها. هي ثمار شرحت قبل شوي اللي هي النفوس اللي سائغة المرقرقة السائحة على شفاه النائمين. النائم هو إنسان ما بيشرب شيء، مشان ايوه، إذا اللي حدا ياخذها حرفي. فالنايم هو نايم ما بيشرب شيء، ولكن تماما هذا السكر بالرب نعم، بينكد تاني تاني هذا السكر بالرب. يا علم يا مسطولة، يا علم يا مساطيل. السكر، شوف البنت بتقول السكر بالرب. يا حشاشين، يا مساطيل، يا شمامين. سكر بالرب مين يا بنت؟ يخرب بيتك يا بنت، يخرب بيتك يا بنت، يخرب بيت ام الكلام اللي بتقولي يا بنت. سكر بالرب مين يا بنت؟ يا بنت، يا بنت اطلعي من الخمارة اللي انت فيها دي،
يا بنت اتركي السطر اللي انت، يا بنت سيبي الازازه يا بنت، يخرب بيت ام التربتي، يا بنت سيبي الازازه يا بنت، كفايه شرب يا بنت، كفايه تحشيش يا بنت، يا بنت ايه اللي بتقوليه ده؟ استغفر الله العظيم. تماما. هذا السكر بالرب بيقول لك يعني يعني السكر اعمل فيه ايه؟ يعني امسك اعصره، اعصره واحط عليه كحول مثلا يعني، ولا الفه في سجارتين، ولا يا بنت ايه يا بنت اللي بتقوليه ده يا بنت؟ الله يخرب بيت ام العشاء، يخرب بيت ام الصنف اللي بتشربوه يا بنت، بتشربوا ايه يا بنت؟ بتشربوا ايه؟ خلي نحشش كده معدي، او مثلا واحد معدي كده على المنشور ده ويكون بيشرب مثلا دلوقتي كده، ولا بيسطل ولا حاجه، بيتسطل ولا حاجه، هوب داخل على البث في الوقت اللي البت بتقول فيه باللفظ كده السكر بالرب، هيقول علينا ايه؟ هيقول علينا ايه؟ المسطول ده هيقول علينا ايه؟ المسطول نفسه هيقول اخصع السفاله وقله الادب. يعني المسطول نفسه مش هيقبل هذا الكلام. فوقه، فوقه بقى، فوقه من اللي بتشربوه ده، فوقه بقى. لا للادمان، احنا عايزين نودوكوا للحلقه بتاعت اللي هو الجمعيه بتاعت لا للادمان. اتركوا الادمان ده. استغفر الله العظيم، استغفر الله. صبي، صبي يا طهره صبي. هذا السكر بالرب بيقول لك يعني حتى اللي بده يضحك علينا، اللي حدا ضحك هون ايوه لا انا بضحك عليكي جدا. لا هي بتقول لك اهو حتى لو واحد بده يضحك، ما انا بضحك عليكم. اه يا مساطيل، اه يا محششين، بتقول لك لو حد بده يضحك علينا، ايوه انا بضحك عليكم يا بنت، انا بضحك عليكم يا بنت، يا مساطيل بربكم يا بنت، بطلي صب. ولكن تماما. هذا السكر بالرب بيقول لك يعني حتى اللي بده يضحك علينا، اللي حدا ضحك هون بشيء ما هو السكر، لانه الخمر خلص اذهانهم، برجع بقول اذهانهم ارضيه، ما في قوه الروح القدس اللي تقدر تخليهم يفهموا بروح الله. آه يعني إحنا عشان ما فيناش الروح القدس مش هنقدر نفهم السطر بالرب؟ يعني إحنا لازم يكون فينا الروح البطيخي اللي أنتوا بتقولوا عليها، إحنا مالناش دعوة طبعًا الروح القدس، مالناش دعوة بالكلمة نفسها يعني، بس روح البطيخ بتاعتكم اللي أنتوا بتقولوا عليها دي ما ينفعش تجيلي، والسطر بالرب ما نقدرش نفهمها إلا لو كانت فينا الروح العدس. إيه ده؟ إيه ده؟ طب ممكن بس تلفي لي سجارتين من روح العدس بتاعتك دي وتجيبيهم، بس انا مش هشربهم، انا هجربهم الاول على اي فار، فار تجارب، نجربهم على فار تجارب، مش هتقدروا تفهموا انتوا. يقول لك ما فيكوش هنا، مش سالك انتوا، هنا مش سالك. دي ما في قوة الروح القدس اللي تقدر تخليهم يفهموا بروح الله غير الطريقة البشرية. اه اللي هي السكر بالرب. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا خبر أبيض، يا خبر أبيض، يا خبر أبيض، يا خبر أبيض. لو عرض هذا الكلام على الكلاب لرفضوه، لو عرض هذا الكلام على الكلاب لرفضوه. سكر بالرب، خبر أبيض. طيب حياكم الله وبياكم وغفر لنا وإياكم، إلى هنا انتهى بثنا.